السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم عمي قريبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك؟ حفظك الله. ليلى صباح فرحانة اليوم حيت شد لي الخط. الله يبارك فيك ليلى. شحال هادي وانا كنتواصل انا ولا اختي ولا الاب ديالي، اي واحد كيتواصل ما كيشدناش الخط، وانا فرحانة اليوم حيت هضرت معاك. الله يحفظك ليلى. سيد قريبا، احنا عندنا انا واختي عندها سحر، اختي كبر مني. لا اله الا الله. وعندها سحر في عمرها 34 سنه. لا اله الا الله. وانا عندي 29، اختي تزوجت، اختي تزوجت مازال ما ولداتش، هذه 5 سنين دابا باش ما بنت مزوجه ومازال ما ولداتش. واي بلاصه مشينا ليها كيقولوا لنا عندكم سحر، واللي كيجي للدار كيتقدم للدار ما كيكملش الله، ولا الهضره في الهضره برا والدار ما يوصلولهاش. صباح بنتي، باش عرفتي عندكم السحر؟ شنو هما الاعراض اللي كتبان عليكم؟ الاعراض عند اختي. إيه؟ اختي اللي كيجيوها الاعراض بحالاش مثلا؟ كدير استخاره، كتبقى تستخر الله سبحانه وتعالى في الثلث من اخر من الليل. نعم. وكتقرا سوره البقره كيبقاو يجيوها الخيالات، بحال اللي في شي قبر وكتجي تطلع ما كتقدرش. لا اله الا الله. ما كنت بزاف الاعراض كيجيوها بزاف. لا اله الا الله. كتبقى تبقى تحلم ثاني في هذه يومين باش عاوتاني يجي عندها النس، كما كيخلي فين كي ما كيخلي يعني في كاين بديها بالليل، كتقيل يعني بالليل كتقيل طايشه. الله يفرج عليكم يا رب ليلى صباح. امين. الله يفرج عليكم بنتي يا ربي، الله يشافي ويعافي يا رحمن يا رحيم. شكرا لك ليلى صباح. وحنا كنتاسفوا ملي كنسمعوا بان الناس يتعاملون بالشعوذه والسحر. الناس مضاربين لقمه العيش، مضاربين طفت الخبز، يتعاونوا على الحياه الكريمه، يتعاونوا على البر والتقوى، وناس اخرين ما عندهم ما يدار، مقابلين الشعوذه ومقابلين السحر، وكينساو بانه اللي تعطى لهذه الشعوذه واللي تعطى لهذا السحر راه باع دينه بعرض من الدنيا قليل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أتى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هادشي ديال الساحر الشعوذة راه كنضيعوا به الدين وكنضيعوا به اليقين، وهادشي مقلق كنلقاو في المجتمع ديالنا. حسب إحصائيات رسمية ديال المسؤولين في الإدارة الترابية كيقولوا بأن هاد الناس اللي كيتعاطوا الشعوذة في كل إقليم، وبالكين في مدن راقية، وبل ما بقاوش غير ناس شعبويين، ناس بسطاء، ولاو ناس متحضرين، عنده أبارتمون، وعنده سكرتير، ودير دي بيسي، وكيدير التنجيم، وكيبيع ويشري في هذا الشيء، والغرض هو كيدير أنواع ديال السحر والعياذ بالله. كاين اللي كيدير السحر ديال الثقاف، كيتقف المرا ما تزوجش، ويتقف الراجل ما ينجب، وكاين اللي كيدير الثقاف ديال التجارة، ما يبيع ما يشري. الارض متقفه تما، المحل مصوب، الفيتخين مصوبه، وحتى واحد ما يجي عندك يشري منك. وكاين اللي كيدير الله يحفظنا واياكم سحر البوار، البنات ما يتزوجوش وكل شيء كيبقى واقف عنده. وكاين اللي يحفظ اخطرهم سحر الاوهام، كيعود الانسان جالس مع راسه وكتجيه اوهام، كيمشي عند الطبيب النفسي من اجل العلاج، كيبقى يدخل يخرج في الهضره، حتى الطبيب النفسي كيحتار معاه. جميع النظريات اللي قراها في الطب النفسي يلقاها غير منطبطة، غير منطبقة على هذه الحالة. هذا السحر الأوهام خطير، وكيقدر يتوهم في أقرب المقربين إليه. المرأة توهم بأن زوجها يخونها، أو توهم بأنه غيسرق أموالها، أو أنه أراد أن يغتالها، والرجل كيتوهم كذلك أن المرأة عندها علاقات عاطفية، أو أن المرأة فيها هكذا أوهام. وقس على ذلك هذا السحر، باش كنعرفوا الإنسان سحر بنتي صباح، هو عنده علامات. أول علامة ملي كيكون الإنسان كيحلم أنه في منطقة عالية وغيطيح على السفلي، غيطيح على وجهه. إنسان في مكان مرتفع في جبل أو في شي عمارة عالية وغيطيح على وجهه، هذه علامة على أنه مسحور. إذا تكررت العملية كنفهموا بأنه مسحور، أو أنه في حفرة أو في قبر وكيبغي يصعد وما كيقدرش، كيصعد وما كيقدرش، هذه علامة على أنه راه معمول لي عمل. وللاسف لا ننكره، ربي عز وجل تكلم على هذا الشيء في كتابه العزيز، وقال لنا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نطلب الله السلامة والعافية. ليلة صباح الأخت ديالك باش تغلب على هذه القضية ديال السحر قضية سهلة، أنها كتاخذ إناء ديال الماء وكدير فيه الأعشاب ديال الطب النبوي، خمسة ديال الأعشاب معروفة، الحبة السوداء اللي قال فيها النبي الكريم شفاء من كل داء إلا السم، والزعفران الحر، وورق السدر، وشيء من المسك، وشيء من ماء ورد أو ماء الزهر. هذه خلطة تدخل في الطب النبوي، تياخذ سبعة سبعة سبعة، الحبة السوداء سبعة الحبات، الزعفران الحر سبعة سبعة الشعرات، ورق السدر سبعة الورقات، شوية ديال المسك وشوية ديال المزهر، كنديروا في إناء ديال الماء، قريعة ديال الماء، وأقرأ فيهم الإخلاص والمعوذتين سبع مرات. كنبدأ بالفاتحة هي الأولى، نقرأ الفاتحة في الأول كاع في الأول. شغندير؟ ندير بوحدي في الدار، غندير الأذان، نرفع الأذان الله أكبر في الماء، أقرأ هكذا في الماء فمي على القرعة ديال الماء، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، نقول الأذان كامل ونقول من وراء الإقامة، ثم بعد ذلك نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ومن بعد نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من بعد نقرأ الإخلاص قل هو الله أحد، ثم المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سبعة المرات، ومن الإنسان أكثر من الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه الخلطة هذه غنشرب منها وغادي نحدد النية أنني بغيت فيها فك السحر وذهاب العكس وذهاب الموانع، وغنشرب ذاك الماء. أش غادي يوقع؟ وهو أن الأذى اللي عند الإنسان ماشي في الجسم العضوي وماشي في الجسم النفسي، وإنما الأذى اللي عنده في الجسم الروحي. راه الإنسان يتهلا في الجسم البدني، يلعب الرياضة ويدير التغذية المتوازنة، ويتهلا في الجسم النفسي، يمشي عند كوتش يعطو خط الزمن يعرفو بالأشياء، ولكن الجسم الروحي راه هو اللي كيأثر أكثر، اللي هو عنده واحد التقلبات وتمموجات، كيقدر الإنسان يكون في حال ويتقلب بسرعة. باش كندير ليه الفيدونج؟ باش كنضبطوه؟ كنضبطوه بهذا الماء في هذه الخلطة، طبعا مع المواظبة، شرط المواظبة على الصلاة في وقتها، المواظبة على الوضوء، والمواظبة على تلاوة القرآن، والمواظبة على مصاحبة ومجالسة الصالحين. هنا غتلقى بأن السحر يتفك، المانع يزول، العكوسات تدوب، ومن ثم ربي عز وجل كيجيب البركة وكيجيب التيسير. أسأل الله الواحد الأحد لنا صباح أن يشافي شقيقتك، اللهم اشفيها وعافيها، اللهم داويها بدوائك، اللهم طبها بطبك، اللهم أبطل عنها السحر وأبطل عليها العكوسات، اللهم ارزق الزوج الصالح يا رب اختر لها من عندك، وارزق القبول يا رحمن يا رحيم، وعجل لها بالفرج يا رب، كل من قال آمين وارزقه مثل ذلك وزيادة، قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم.